أصحاب المؤسسات الصغيرة ورواد الأعمال بيتمنوا إنه التسويق يكون شيء بيقدروا بس يدوروا ويشتغل لحاله بلا ما هني يعملوا شيء، والناس بتجي على مؤسستهم بيشتروا من منتجاتهم بلا ما هني يعملوا شيء. بس حقيقة الموضوع إذا صاحب العمل المؤسسة الصغيرة أو رائد الأعمال بده يقدر هو يكبر المؤسسة يلي هو عنده إياها، بيضطر إنه يشتغل على أربع أسس. أول شيء طريقة التفكير بالتسويق، تاني شيء الأدوات يلي لازم يستعملها، تالت شيء شو البادجت يلي بيحتاج يحطها ليقدر يستفيد من موضوع التسويق على الإنترنت، ورابع شيء مين الأشخاص اللي بيقدروا يساعدوه بهالموضوع. خلينا نحكي بالأول عن طريقة التفكير. لازم صاحب العمل يكون مقتنع إنه هيدي شغلة لازم يتعلمها من أساسها، يعرفها من صغيرة للكبيرة قبل ما يقدر يعطيها لحدا تاني، لأنه إذا صاحب العمل ما بيعرفها ما حيقدر يستفيد من خبرة غير ناس، أو ما حيقدر يعرف إذا غير ناس ما عم يعملوا شغله مثل ما لازم، أو ما حيقدر يعرف إنه شو في طرق جديدة لحتى يستحوذ على العملاء. منشان هيك هيدي طريقة التفكير لازم تتغير ليقدر الواحد كصاحب عمل يقتنع إنه هو مسؤوليته التسويق، ولازم هو يفوت فيها من الأول ويفهمها بتفاصيلها صغيرة. اثنين، الأدوات عم تتغير، فالطريقة إنه الواحد يتعلمها ويشوفها موجودة على يوتيوب، موجودة إذا بتسألوا ناس يلي بتعرفوها غير أصحاب عمل أو غير ناس عم يشتغلوا فيها، وبالتجريب. والتجريب يعني صاحب العمل يفتح البزنس مانجر تبع فيسبوك ليقلع دعايات انستغرام وفيسبوك ودعايات واتساب، يكون كلها موجودة بمنصة واحدة ليتعلمها بشخصه. ثالث شيء البادجت، قديش بنقدر نحط مصاري لهيدي الادوات. هيدي الادوات كانستغرام وفيسبوك وسناب شات وجوجل وغيرها فينا نحط فيها 50 درهم، فينا نحط فيها 10,000 درهم، 100,000 درهم بالشهر. صاحب العمل لازم يدرس ويشوف طريقة التسويق من اي جهة. يعني كلنا حضرنا افلام حلوة، سمعنا كتير دعايات عنا وشفنا كل شيء في دعايات وحضرناها وطلع الفيلم منه حلو، مع انه فيه ناس كتير مهمة وكتير معروفة، لانه المؤسسات يلي بتنتج هذه الافلام صارت تعرف انه التسويق كتير اهم من الانتاج، الانتاج اللي هو يعمل الفيديو. فبتشوفوا في كتير فيديوهات قد ما كان فيها اشخاص مهمة عم تمثل، قد ما كان فيها انتاج مكلف، ما بيتخطى 40% من البادجت. 60 و70 و80% من البادجت عم بتكون للتسويق للناس تروح تحضر هالموفي. فصاحب العمل لازم يبلش، يعني من اليوم صعب، بس الواحد لازم بس يبلش يفكر لقدام، بده يشوف انه انا قديش من الفلوس من البادجت اللي انا عندي اياها بقدر حتى من شان الماركتينج لاتعلم من غير مؤسسات مثل المؤسسات اللي بتنتج الافلام، كيف ما يقدروا يسوقوا افلام منها كتير حلوه والناس عم تروح تدفع وتروح تحضرها وتشوفها. ورابع شيء الناس اللي بدنا نلاقيها لتقدر تساعدنا بالتسويق. اذا صاحب العمل ما بيعرف التسويق باساسه وما تعلمه وما جربه لحاله، ما حيقدر يلاقي الشخص المناسب، ما حيقدر انه يدير الشخص المناسب، وما حيقدر يعرف اذا هيدي الطرق اللي عم يستعملوها عم تفيدهم ام لا. بس اللي حيعرفه هو انه عم يدفع مصاري على انستغرام وفيسبوك وغيرها، عم يدفع مصاري للناس وما عم يستفيد شيء. لما بيقدر صاحب العمل يتعلمها وشوي يتعلمها لحاله ليقدر بعدين انه يسلم غيره.